طب في يا دكتور ممكن مراحل معينة في سن الطفل نقول انه ما ينفعش معاها زراعة القوقعة، ولا زراعة القوقعة ممكن تكون موجودة في اي سن؟ حضرتك السن هو انسب سن لزراعه القوقعه بعد سنه من الولاده، يعني السنه الاولانيه دي السنه بتاعت التشخيص كله. ولو عرفنا، عشان كده بقول لحضرتك، لو عرفنا ان ضعف السمع موجود في العصب السمعي شديد بالاذنين ولبس سماعه في الفتره الاولانيه لمده سنه، هيبتدي عند سن سنه بالظبط هو السن المناسب تماما لزراعه القوقعه. الطفل اللي ما عندوش، اللي عنده ضعف سمع شديد بالاذنين ولا يستجيب للسماعه، ده هو ده الطفل المناسب لزراعة القوقعة بعد سنة من عمره. لكن لو بيستجيب بالسماعة ما بيحتاجش ده وقتها زراعة، ده نتيجة كويسة، ما بيحتاجش زراعة قوقعة. لو لابس سماعة في سن صغير وجابت نتيجة كويسة والسماعة فادته، ساعتها ممكن ما يحتاجش زراعة قوقعة. لكن هو لو كان عنده ضعف سمع شديد بالأذنين، تمام، هو ده المشكلة الأساسية، ولا يستجيب بالسماعة وكمل عمره سنة، يبقى لابد من بعد السن ده هو ده السن الايديال او السن المناسب لزراعه القوقعه، لان هو ساعتها لو اتعملت له قوقعه في السن المبكر هيبتدي هو يتجاوب مع الاصوات، وهيبتدي عند السن العادي يخش المدارس العاديه ويبقى طبيعي تماما، وما يبقاش فيه عنده اي مشاكل بالنسبه ولا تبقى موجود حتى اعاقه سمعيه ليه. طيب فكل ما ابتدينا في زراعه القوقعه في السن الصغير كل ما كانت احسن. طيب دكتور احمد، احنا من اول المبادره الرئاسيه ومنذ انطلاقها بهذا الشكل نقدر نقول ان احنا اطمنا قد ايه على عدد من الاطفال اللي هم حديثي الولاده، وطلع قد ايه مثلا تم اكتشافه، اذا كان لديك حتى نسب تقريبيه قد ايه تم اكتشافهم لا قدر الله عندهم مشاكل سمعيه؟ بص يا فندم، نقدر نقول ان احنا عملنا حتى الان لغايه يوم 14/11 عملنا 1,039,000 حاله مسح سمعي في الاطفال حديثي الولاده، وده يعتبر رقم كويس جدا جدا طبعا جدا بالنسبه للسنه الاولانيه، وخصوصا مع وجود جائحه كورونا والمشاكل اللي موجوده حضرتك في السنه دي. في نفس الوقت الحالات دي منهم في حدود 7,000 حاله هيتحولوا للحالات اللي هي نبتدي نفحصهم فحص اكثر للمستشفيات الاحاله. احنا بالنسبه لان احنا ندي نسب او ان احنا نوزع المستشفيات او نوزع المحافظات، على نقول انك أني محافظة النسب فيها أعلى من المحافظات التانية، أو ندي نسب معينة لضعف السمع، هنحتاج وقت شوية لغاية لما كل الأطفال تتفحص، حتى الأطفال اللي هتتفحص بعد 3 شهور عشان ندي نسب بالظبط. ودي هنعمل خريطة لمصر بالنسبة للحالة السمعية لكل محافظة، أنهي أكثر محافظات فيها مشاكل، أنهي نسب الضعف السمع موجودة في محافظة عن محافظة، ونبتدي نتصرف من هنا على أساس إن هل في مشاكل من ناحية الولاده، هل في مشاكل ما بعد الولاده، هل في مشاكل في الحضانات، ودي كانت اهم حاجه في المبادره. فان شاء الله في المستقبل هنبتدي نحط، المستقبل القريب يعني، هنحط خريطه سمعيه لكل مصر بحالها. يعني هنبتدي نبقى عارفين كل محافظه ايه مشاكلها من حيث المشاكل اللي بتتعلق بالجزء السمع، يعني يبقى عندنا ارقام وحصر محدد يعني. بالظبط يا فندم، ارقام وحصر محدده، ونبقى عارفين كل محافظه حتى اسباب ضعف السمع فيها بتبقى ايه، هل هي ما بعد الولاده ولا اثناء الولاده، ولا دي كلها هنبتدي نحطها كخريطه سمعيه، ودي اهم خطوه عندنا، بحيث ان احنا نبقى عارفين النسب بالظبط، ونبقى عارفين عندنا دات يعني احصائيات موجوده في مصر عن كل محافظه من ناحيه المشاكل السمعيه فيها. طيب وده المستهدف من المبادره دي.